واحد بيقول رجاء تفسير الآية دي اللي وردت في المزمور. أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي تدعون، لكنكم مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. كلمة إله أحيانا في الكتاب المقدس بمعنى رب أو سيد، لكن مش بمعنى إله خالق أحيانا. يعني زي ما ربنا قال لموسى النبي جعلتك إلها لفرعون، مش معناها أنه خالق لفرعون ولكن سيد لفرعون. وزي ما قال لموسى برضو لما لقى انه مش عارف يتكلم، فقال له اعطيك هارون اخاك يكون لك نبيا وانت تكون له الها. يعني انت توحي اليه بالكلام وهو يوصل الكلام للناس. مش مقصود بكلمة الهة هنا معنى اللاهوت، بدليل بيقول ولكنكم مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. فالآلهة لا يموتون ولا يسقطون، لكن يعني جعلتكم سادة يعتبروكم كآلهة سادة، لكن مش آلهة يعني تخلقوا وتعرفوا الغيب الآخر.